يوم 30 تشرين الأول مسيرة وطن عم تنطلق من مدينة بعلبك نحو يونين. ساعت نقول عنا مشكلة بالضمان الصحي، ساعت نحكي عن الصحة، ساعت نحكي عن البطالة، عن البيئة، عن الأمن، عن كل المواضيع يلي فيها مشاكل اليوم بلبنان. نحن رؤيتنا كمسيرة وطن إنه هاي المشاكل بحد ذاتها هي نتائج لغياب هيدي الدولة القوية والعادلة والقادرة. وهيدا نداءنا لكم لبناء هيدي الدولة، ما بدها تروحوا على النتائج، روحوا على السبب الأساسي يلي هو غياب الدولة القوية والعادلة. يعني هودي ال 128 نائب، هودي منه نواب، هودي دوائي، ها، ونحن عم نواجه طبقة غريبة من الذكاء، جميع الذكية في الدين بس ذكية، يعني بدنا نعترف لهم فيها، والله يعطيكم العافية. نحن لازم نضل مخيلين انه كل واحد عم ننتخبه، عم نعطيه وكالة، نحن أصحاب الشأن، هو موكل عنا تيمثل آرائنا ويعمل اللي نحن بدنا إياه، مش اللي هو بده إياه. نحن بطلنا وراء زعينات وشعب غشيم، وفي واحد بيفهم، شباب وصبايا ورجال عندها خبراتها عم تختار من بين من يمثلها، وهو عم ياخذ معاشه من الضرائب ومن عرق جبينكم، هو واجباته يخدمكم.